بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الاهلي العظيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج الترند، حلقه بدايه الاسبوع مع ختام الموسم. خلاص بنتكلم في ايام قليله جدا، يعني حوالي اسبوع 10 ايام وينتهي الموسم القروي 2022-2023. الحمد لله موسم كان متميز جدا على جميع المستويات، ولكن بالنسبه لقطاع كره القدم تحديدا الاهلي حقق كل شيء. احتفالية تتويج الدوري بعد مباراة حرس الحدود ده كانت احتفالية لتتويج موسم بالكامل، حصل فيه اجتهاد وشغل وانضباط وعمل مؤسسي كبير جدا لإدارة النادي الأهلي. ولكن على جميع الأصعدة كان فيه نجاحات مهمة، بنتكلم في قطاع كرة اليد، قطاع كرة السلة، قطاع كرة الطايرة، قطاع النشاط الرياضي بشكل عام، على المستوى الاجتماعي موسم نقدر نقول موسم تاريخي على جميع الأصعدة. الحمد لله نجح النادي الأهلي خلال هذا الموسم في كتابة تاريخ جديد، وخلال الأيام المقبلة هيستعد الأهلي لموسم جديد عشان يكتب تاريخ جديد لبطولات جديدة إن شاء الله الأهلي هيشارك فيها خلال الفترة المقبلة. حلقة النهاردة من برنامج الترند هنرصد فيها الاستعدادات لمباراة بيراميدز غدا، مباراة قد تكون تحصيل حاصل بعد حسم الدوري العام، ولكن مباراة تحظى بمتابعة وجماهيرية كبيرة جدا خاصة من جماهير النادي الأهلي. كيف يستعد الأهلي؟ كيف يستعد بيراميدز؟ كيف يستعد اتحاد الكرة لتعيين طاقم تحكيم هذه المباراة في ظل أخبار كتيرة النهاردة هنقولها في برنامج الترند عشان نلقي الضوء على مسألة التعيينات قبل الموسم الجديد، لأن الموسم الجديد النادي الأهلي كان حذر من أهمية ما حدث خلال هذا الموسم لتطوير المنظومة في الفترة اللي جاية، وملف التعيينات جزء من تطوير منظومة التحكيم للموسم الجديد. كمان هنتكلم على ملف إفريقيا، ماذا ينتظر الأهلي خلال الفترة المقبلة، متى يعني يتم الإعلان عن قرعة دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد. كل ده النهاردة بالتأكيد من خلال برنامج الترند، كواليس وأخبار كالعادة هتسمعوها من خلال برنامجنا.